مقاتلة رافال التي يستخدمها الجيش المصري. سلام الله عليكم مشاهدي قناة اتثقف. تعد مقاتلة رافال الفرنسية واحدة من أشهر المقاتلات الحربية بعيدة المدى التي طورتها فرنسا في عام 2006، وتعاقدت دول أخرى على شرائها أبرزها مصر. تم إبرام الصفقة المصرية عام 2015، تتضمن حصول مصر على 24 طائرة رافال من فرنسا، وحصلت مصر على عدة دفعات من هذه الطائرة خلال السنوات الماضية. أبرز مميزات طائرة رافال: تتميز طائرات الرافال وتعني عاصفة الرياح بقدرات قتالية عالية، تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها منظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة وتعدد أنظمة التسليح بها. كما تتميز هذه الطائرة بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. ويرجع تاريخ تصنيع المقاتلة الفرنسية إلى ثمانينيات القرن العشرين، عندما اتفقت كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا على تصنيع مقاتلة أوروبية، إلا أن كل الدول انسحبت باستثناء الأخيرة، فصنعت شركة داسو أفيسيون الفرنسية الطائرة لتنفذ أول ضلعة جوية لها عام 1986، وتدخل بعدها الخدمة العسكرية الفرنسية عام 2000. وشهدت المقاتلة رافال منذ انطلاقها أربعة طرازات، وهي رافال A التي ظهرت عام 1986، ثم الفئة B وهي تابعة لسلاح الجو الفرنسي وظهرت في التسعينيات، والفئة C وهي نسخة ذات مقعدين تابعة لسلاح الجو الفرنسي، وأخيرا ظهرت النسخة M وهي أكثرها تطورا وقادرة على الإقلاع من على متن حاملات الطائرات. وتتميز الطائرة المقاتلة متعددة المهام من الجيل 4.5 بأنها مزودة بمدفع رشاش من عيار 30 ملي من نوع جات 30 على 719 بي مع 125 طلقة، وفيها نموذجان لتعليق الذخائر أحدهما جوي والآخر بحري، ويمكن تزويدهما بحمولة تصل إلى حتى 9.5 طنا. وتوضح وزارة الدفاع الفرنسية على موقعها الإلكتروني أن الطائرة تستطيع حمل صواريخ ماجي 2 وميكا 2 وإي إي إم 9 وساينر وايندر وجميعها صواريخ جو جو. كما تستطيع الطائرة التزود بصواريخ جو أرض من نوع أكزوتست وأباتاشي وسكالب إي جي وجي بي يو. وتحمل رافال على متنها رادارا من نوع أر بي إي 2 القادر على تعقب 40 طائرة في وقت واحد، ولديها القدرة على الاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، ويستطيع رادار الطائرة اكتشاف الطائرات التي تحلق تحتها أيضا. كما تمتلك نظام حرب إلكترونية ونظاما كهربصريا للبحث الحراري وتتبع الأهداف، ما يجعلها تنافس أكثر المقاتلات الحربية المعروفة بقدرات المناورة وغزارة النيران والقدرة على الاشتباك والدقة في إصابة أهدافها، ما يجعلها بمثابة جيش يحلق في السماء. ويبلغ طول رافال أكثر من 15 مترا، كما أن المسافة بين جناحيها هي أكثر من 10 أمتار، ومساحتهما 45.7 متر مربع، ويبلغ ارتفاعهما 5.34 مترا، ويبلغ وزنها بدون حمولة 10 أطنان، أما وزن الإقلاع الأقصى فيصل إلى 24 طنا. وهي قادرة على قطع أكثر من 3700 كيلومترا، وتبلغ قدرتها القصوى على الارتفاع 16800 مترا بمعدل صعود قدره 350 مترا في الثانية، وتتحمل أجنحتها وزن 326 كيلوجراما لكل متر مربع. وفي نهاية الحلقة، إن أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر اللايك وعمل اشتراك للقناة وما تفعيل زر الجرس ليأتيك كل ما هو جديد في قناتنا قناة اتثقف.